هذه ما شاء الله يعني هذا عليه ختم الوالد بعد ديوان رفاعي السيد يوسف السيد هاشم السيد احمد الرفاعي وزير نائب الشيخ الطريق الرفاعي الصوفيه. بحث عن موقف السلف من الصوفيه. الوالد عامله اتذكرته مولانا هذا الحجازي البحث كان مسويه الهندي والفودلي والمهندس احمد معال الله وعثمان المهيني. المهم مولانا هني جايبين ادله هم هو الوالد مشرف على هالبحث. لحظه صوت بس شباب. يقول وهذا هو رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التصوف الصوفية وثناؤه عليهم كما جاء في القسم الثالث من مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزء فتاوى ورسائل في الصفحة 31 المسألة الخامسة. سئل رحمه الله عن مسائل مفيدة فأجاب أعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح، فإن كان من ينتسب إلى الدين منهم من يتغالى بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء، ومنهم من يتعالى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية، فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين أي الفقه والتصوف. وهكذا يثبت الشيخ محمد عبد الوهاب أن الصوفية سندهم في هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه ينتسبون، وجاء أيضا في ملحق المصنفات وهذه مسائل صفحة 124. ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون يرضون كثيرا بمتابعة العلم. قال بعضهم ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. وقد نقل العلامة الشيخ محمد منظور النعماني في رسالته دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد عبد الوهاب طبعة مكتبة الفرقان صفحة 76، وينهى الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رسالته هذه بقوله ولا ننكر الطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلقة وتنزيهها من رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح منهما استقامة صاحبها على القانون الشرعي. وهذا هو العلامة ابن القيم من كبار الصوفية كما ذكر الشيخ احمد بن رجم. الوالد كان يقول يا مولانا صح ان ابن القيم صوفي. الله صح. الحنبلي في الذيل معنا الطبقات الحنبلي الجزء الثاني صفحه 448 من ترجمه ابن القيم بقوله وكان عالما بعلم السلوك وكلام اهل التصوف اشاراتهم ودقائقهم له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى أو الطول. الله. وجاء في كتاب مدار السالكين اللي قلت عنه عن تعريف التصوف ابن القيم في الجزء الثاني صفحة 307 ما نصه الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وكذلك التصوف. قال الكتاني التصوف والخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. وشكرا. تحب تضيف شيء سيدي؟ لا يا سيدي، ما قلنا لك ان ابن القيم حتى ابن تيمين ودفن في مقابر الصوفية بسوريا. ودفن في مقبرة الصوفية. شكرا سيدي.